السلام عليك يا ست الكل. الحب كده، هو ده ست الكل. الفن بصحيح مش اغاني اليومين دول، محدش عارف مين مع مين ومين بيغني على مين. ترارارا، يا سلام يا سلام على السلطنه. قول قول كمان يا عم تومجي. مين انت؟ مش عارفني؟ قوامك نسيت الملوخيه كده ولا ايه؟ دنيا الله، ايش 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 الحلاوه والجمال والألاقة دي كلها؟ بجد بجد يا عم توكي، يعني كده حلو حلو؟ ده انت زي العسل. انا يعني قلت اتذوق كده يمكن اعجب سميشو. تعجبي ميشو بس؟ ده انت تعجبي الباشا بس. يا خساره، الحمام طار. طار طار راح فين؟ انت عارفه طول النهار بيبقى نايم وعلى المغربيه خرج. يا دي النحس بس يا رب، يعني انا يوم ما اتزوق وافضل قاعده تحت الششوار ده ساعتين لما دماغي تدخن كده ما اشوفوش، هيكون راح فين بس يا رب والنبي يا رب. ما انت عارفه ميشو محدش بيعرف راح فين ولا جه منين. اقول لك كلميها على المحمول. ما انا كلمته الشبكه مش بتجمع. خلاص روحي انت بقى، وانا لما يجي والله لا بلغه، وربنا يعوض عليك في الكوافير اللي انت دفعتيه. ماشي يا عم تبكي، يا دي البكتة بس الزفت اللي انا فيه ده. يعني يا رب يوم انتو بتقيت واحدة بوكسي وبوكسي. يا الحب كده فراق فراق ورضا ورضا وعزاء. قولي يا ست بدل ما انا غني، قولي انت اصلا. يا دايما كله تمام، مش محتاج تعرف. عفرم عليك يا مسك حبيبي يا ميشو. يا توبجي، مش عايز حاجة؟ خلاص نويت تمشي يا ميشو؟ خلاص يا توبجي امشي يا ميشو. لبس عليك من يوم ما جيت وانت صغير، وكنت عارف ان هيجي اليوم اللي هتسيبني فيه، بس ما كنتش فاكر ان الايام بتجري بسرعة كده. ظهر ان انا كبرت وعجزت. عجزت مين يا عم توبجي؟ ما تقولش كده يا عم، انت زي الفل اهو. هتيجي تزورني تاني يا ميشو؟ لا خلاص طير يا حمام ومش راجع. هاجي لك يا توبجي. خلي بالك على نفسك يا ميشو، خلي بالك من الدنيا. الدنيا زي ما فيها حاجات فرقة كتير، فيها حاجات حلوة كتير. المهم ان انت تشوف الحاجات الحلوة دي وانت لسه صغير، الطريق قدامك ياما. ماشي يا توبجي، شوف وشك بخير. عايزك تضحك بقى، اضحك يا عم ميشو. لو حسيت ان الدنيا لملمت هدومها في وشك ومش لاقي اي حد تفضفض معاه، تعالى ترمي في حضن عمك التوبجي وفضفض. وانا مش ابوك ولا ايه؟ توبجي وانا زورك حبيبي. مش جيت لك الفرصة يا حاوي، خلاص هتنسى كل الشقا والسواد اللي شفته في حياتك، خلاص هانت. والجنة اللي في الدنيا شايفها بتقرب، الباب المقفول اتفتح يا ميشو، ملهاش حل. لازم تدخل تبقى زي اللي سبقوك، واللي هيوفي طريقك تدوس عليه. خلاص اللعبة بقت يا قاتل يا مقتول، يا تعيش زي ما كنت عايز تعيش، يا بلاها العيشة من أصله. مادام هتعيش زي الميتين، الجنة بتناديك يا ميشو. شاي يا حاوي.
مالك يا عم ميشو؟ بقى اللي مروق نفسه كل يوم ما بين الحريم الخواجاتي والمصري، يشيل الهم كده. وماله في ايه؟ فيك الخير يا دنيا يا بنتي، تسلم ايديك على اللقمه الحلوه اللي انت جبتيها. العيال عمالين ياكلوا فوقهم زقططين اهو، ربنا يكبر بخاطرك. الله يخليك يا عم توكي، امسك دول كمان. ايه دول يا بنتي؟ دي فلوس بعتها لك ميشو. في الخير اللي افتكرني ما جاش بنفسه ليه؟ هو خلاص افتكر ان انا كبرت وعجزت وبقى يبعت لي اللقمه عشان اكلها. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم توبجي؟ ولا انت بقى ما كنتش عايز تشوفني؟ استغفر الله العظيم، لا سمح الله يا بنتي. اسمعي يا دنيا، ميشو ده ابني اللي انا ما خلفتوش. ميشو ده لما كنت ببص في عينيه كنت بعرف هو بيفكر في ايه وعايز ايه. عارفه يا دنيا، ميشو ده عامل زي المايه قدامك، تبقي شايفاها قدامك بس مش عارفه تمسكيه. ومادام بعتك ليا يبقى اكيد بيهرب مني ومش عايز يشوفني. لا لو النبي يا عم تبجي ما تقولش كده، ده انا اللي اتحايلت عليه عشان اجي اشوفك. كتر خيرك. عارفه يا دنيا، تبجي اللي قدامك ده كان بصحته، كان زي الجبل. كنت باكل احسن اكل وبلبس احسن لبس وياما مسكت فلوس، بس اللي بيجي بالحرام بيروح في الحرام. انا كمان يا دنيا ما سمعتش كلام ابويا، ياما كان بينصحني ان اسيب السكه ديت وانا ما سمعتش كلامه. ركبت دماغي وبقت زي الصرمه القديمه ومشيت في السكه اللي انا فيها ديت لحد ما مات بحسرته. بس انا كمان عرفت ان هو قبل ما يموت كان بيدعيلي. اتروق بقى يا عم تبجي، ده انا جايه عشان اشوفك واطمن، هتمشيني زعلانه عليك كده؟ عشان كده ربنا زعلان مني ومش عايز يسامحني. اللي قدامك ده اتجوز ياما لكن ربنا ما رزقهوش بالخلفه، وميشو ده اللي انا طلعت بيه من الدنيا. هو بيسقيني من نفس الكاس اللي انا سقيت بيه ابويا. ما تقولش كده يا عم طب. طب والله ده ميشو بيحبك قوي. وانا كمان بحبه والله وبدعي له، بس انا مش عارف ربنا هيقبل دعايا ولا لا. بقول لك يا دنيا، انا عايزك تسالي واحد شيخ من اولياء الله الصالحين كده، قولي لو الطبجي دعا ربنا، ربنا يقبل دعاه ولا لا؟ حاضر هشوف، هقوم امشي انا بقى. استني يا دنيا، شكل الفلوس دي، دي هالميشو. قولوا طبجي مش محتاج فلوسك، طبجي عايز يشوفك انت وتسأل عليه. امسكي. هقول له وهتشوف، ومقام سيد الغريب لا يجي لك. مع السلامة. مع السلامة يا بنتي. دوق يا طبجي، دوق واشرب من نفس الكاس. الدنيا مررت حلقي وبقت علقم، تشرب من نفس الكاس اللي انت لسقيته لابوك. ايشو بيسهولك يا رب، قطر مش عايز يجي ليه بقى؟ ابعته بقى يا رب. انا حضرت لك الفطار والشاي، ايه اللي في ايدك ده؟ سيجاره كده على ريق النوم؟ طب ده حتى السيجاره تنزل كده ريقك يطلع كده. ماليش نفس. ليه بس كده يا ميشو؟ طيب اسمع، التركي جه ليله امبارح وانا لقيتك نايم ما رضيتش اصحيك وساب لك لفه. لفه؟ لفه ايه؟ اه انا حطاها في الشنطه هجيبها لك. امسك اهي، انا همشي بقى عشان عندي شغل قبل المستشفى. وانت والنبي سايقه عليك النبي لا تاكل لقمه واحده بس عشان خاطر يا ميشو. ماشي. ما تفرد بوزك ده بقى بذمتك حد يشوف قمر زي كده على الصبح وما يتبسطش. وبعدين بقى خلاص ما تعمليش كده 111 على الصبح، انا فطرت توحه من بدري وسبت الغدا جنبه، انت بس ابقى شقر عليه. ماشي. ما تقلقيش عليه. مع السلامه.
ايه اللي جابك يا توك؟ ايه اللي جابك؟ جيت اشوفك واطمن عليك يا ميشو. مادام انت خلاص مبقتش عايز تشوفني. انت اصلا غبت عليا قوي يا ميشو. هو مش بالسهل 15 سنه تبقى متربي في حضني وبعدين تسيبني وما تجيش حتى تفكر تشقر ولا تسال عليا. في الاخر بترمي لي قرشين. انا كنت هاجي لك يا توبي. وما جيتش. كنت عارف ان انا ما بنامش طول ما انا قلقان عليك. انا تمام يا توبي ما تقلقش. خلاص عرفت سكتي. سكت رشد الطوخي وزياد الخولي اخرتها وحشه يا ميشو. مش مع ميشو يا توبي. ده انت معلمني ومربيني وعارفني كويس. نو عشان عارفك كويس بقول لك ان سكتهم اخرتها وحشه. واللي بيشتغل معاهم بيتطبع بطبعهم وبيبقى واحد منهم. عارف ليه يا ميشو؟ لان شغلهم قايم على الوساخه والخيانه. عايز تبقى كبو تاني يا ميشو؟ مش الحاوي مش الكبو يا توبي. واللي انا عايزه هوصل له علشان انا عايز اوصل له. توبي انا عمري ما هبقى زيك ببص تحت رجلي. انا هعمل اللي انت عمرك ما عملته. اخرتك هبقى محترم. هبقى محترم يا توبي. هبقى زي البهوات اللي من وانا صغير كنت طول الليل اشوفهم نازلين من عربياتهم والكل بيعمل لهم الف حساب. البهوات اللي انت علمتني يا توبي من صغري ازاي اسرقهم. وكنت دايما تقول لي اللي زي دول يا ميشو هم اللي كسبوا وقشوا. مش ده كلامك يا توبي ولا نسيت؟ كنت حمار. كنت حمار يا ميشو. وما كنتش شايف الدنيا ولا عارفها ولا فاهمها زي ما انا شايفها وعارفها وفاهمها دلوقتي. والبير اللي انت عايز تنزل فيه عشان يروي عطشك يا ميشو، البير ده ما فيهوش ميه. البير ده مليان دم. انا خلاص يا توبي نزلت. ويطلع زي ما انا عايز يا ما اطلعش خالص. مش هتطلع يا ميشو. كل اللي نزلوا البير قبلك يا طلعوا ميتين بقوا زي. وانا يا توبي عمري ما هبقى زيك. طير يا حمام. هتموت يا ميشو. هتموت. الله يلعن على ابوك يا توب. الله يلعن على ابوك. انت اللي عرفته الطريق. جاي بعد كده تقول له ارجع. بعد ايه يا توب؟ بعد ايه؟ دنيا. ايه ده؟ في ايه يا دنيا؟ احنا حاولنا نمنعهم يا ميشو لكن ما قدرناش. هما مين دول؟ احنا يا ابني اللي بنسالك هما مين دول؟ احنا في الاول افتكرناهم تبع زكي طليق دنيا عشان كان جاي يدلهم على طريقك. زكي؟ بس بعد كده بقى عرفنا ان هما قاصدينك انت، بيدوروا عليك انت يا ميشو. انت عملت ايه يا ابني عشان يعملوا في بنتي كده؟ يا عم فتحي انا انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ استأمنتك على بيتي وعلى عرضي وعملتك زي ابني. هو ده اخرتها؟ ده اللي ينوبنا من تحت راسك؟ يا عم فتحي انا معرفش مين اللي عمل كده بس هعرفه. وحق دنيا في رقبتي وهجيبه لها. لا احنا يا ابني عايزين حق ولا باطل. لحد كده وكفايه. من هنا ورايح صباح الخير يا جاري. انت في حالك وانا في حالي مفيش اختلاط. يا عم فتحي انا عايز اقول لك. ما تقولش يا ابني. يا بابا دخليني على اوضتي. ميشو ميشو
يا ابره في ايه؟ عم توبجي 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 اوعى انت توبجي رشد التوخ مش هيسيبك يا ميشو، اللي زي دول كلاب وخونه وملهمش امان. توبجي اوعى تموت يا توبجي. متخافش يا ميشو، انا اللي طلبتها من ربنا، قلت له انا عايز اجيلك، وهو قال لي تعالى. القطر وصل يا ميشو، لازم انزل في المحطة بتاعتي. لا لا، مش هتموت يا توبجي، مش هتموت وتسيبني يا توبجي. انا مت يوم ما انت سبتني يا ميشو، مش هسيبك تاني يا توبجي. توبجي انا خلاص هيبقى معايا فلوس كتير اوي، وهاخدك يا توبجي تعيش معايا وهترتاح. وانا وانا معاه برضه ارتاح يا ميشو. مش هو الرحمن الرحيم الحي قيوم يا ميشو؟ انا مش خايف من الموت، انا خايف من ربنا. أنا ارتكبت معاصي كتير ميشو، افتكر افتكر ربنا هيسامحني. توبجي توبجي مش هتموت يا توبجي وتسيبني، أنا ماليش غيرك يا توبجي. ميشو إيه يا شيخ؟ قد الإزازة عايز أقابل ربنا، وأنا دي توبجي برضه سبتني ومشيت يا توبجي. اصحى توبجي توبجي. الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. شد حيلك شد حيلك حبيب، خد أم الشيخ عايزك تيجي تقرا له قرآن كل أسبوع وتجيب قرص وتفرقها على العيال كلها. مع السلامة. والمصحف اللي شايل بارك
رشدي باشا بتوخي ورجالته، وانا بس كنت موصله. وانت كنت شغال موصله يا عمر. سامحني يا بيشو. اللي سامح ربنا بس. وانت انا وصلت الرجاله رشدي بتوخي ازاي؟ كانوا بيسالوا عليك عند النصبه بتاعت سمكه، وانا كنت قاعد هناك. وانا مش قايل لك وانت ناحي الدنيا هخلص عليك. انا ما كنتش اعرف ان هم هيعملوا معاك كده. وانت بقى مستنيني ايه نظر عشان تبلغهم؟ صح صح صح. اتصل بيهم يا عم. لا انا مش هتصل بيهم، ودول ال 200 جنيه اديهم خدوا. 200 جنيه وسخ، انا هخلص عليك واولع فيك يا وسخ. اتصل بيهم يا عم. حاضر حاضر. اقول لهم ايه؟ قول لهم يجوا هنا، مش والحاوي موجود.